طيب خلينا ناخد واحد من اساطير حراسه المرمى في المانيا وفي الدوري الانجليزي في الفتره اللي لعب فيها للارسنال المرحله الذهبيه زي ما قلت لكم الجيل الذهبي، يانس ليمان حارس مرمى الدوري الالماني، حارس مرمى بروسيا دورتموند والارسنال السابق، نجم الالماني يانس ليمان حارس مرمى ارسنال وبروسيا دورتموند ومنتخب المانيا، هو ضيفنا في السادسه. بدايه طبعا كل الشكر على مشاركتك معانا، واهلا وسهلا بيك، شرف كبير لينا انك تكون موجود معانا النهارده في السادسه. شكرا جزيلا، العفو وسعيد بوجودي معكم. خليني في البداية أبدأ مع مدرسة حراسة المرمى الألمانية. على مدار تاريخ طويل حقيقة عمالقة حراسة المرمى في العالم كانوا يعني بينتموا لمدرسة المدرسة الألمانية. بفتكر شوماخر، بفتكر أوليفر كان، بفتكر يانس ليمان، وحاليا تشتيجن ومانويل نوير. إيه السبب في تألق الكرة الألمانية في مركز حراسة المرمى على وجه التحديد؟ في الحقيقة لا أدري كيف أجاوب هذا السؤال، ولكن دعني أشرح أن عندنا في ألمانيا نعمل على دراسة وتثقيف الحراس والتدريب المستمر من أجل تطوير حراس المرمى في ألمانيا، ولذلك نمتاز، أعتقد كل بلد لها طريقتها، ولكن نمتاز نحن بتدريس وتثقيف الحراس بشكل مستمر. رأيك في مستوى حراس مرمى ألمانيا في الوقت الحالي، سواء كنا بنتكلم على مانويل نوير، سواء كنا بنتكلم على تيرشتيجن؟ نعم، أقدره وأقيمه بشكل جيد جدا. تيرشتيجن مع برشلونة يظهر بشكل رائع، نويا لا يلعب كما نعرف بسبب الإصابة. أعتقد أنهم من أهم الحراس، ليس فقط في ألمانيا، على الصعيد العالمي من أهم وأقوى اللاعبين، وأعتقد دايما يظهرون بمستوى رائع. في تقارير صحفية تكلمت مؤخرا أنه هانس فليك بيفكر أنه يختار تيرشتيجن كحارس أساسي لمرمى المنتخب الألماني في الفترة المقبلة. رأيك في ده، وهل بترشح حراس آخرين للانضمام للمنتخب الألماني قد يكون فيهم أو لديهم فرصة في المستقبل؟ أنا لا أدري، لا أعلم ماذا قرر هانزي فليك. أعتقد فعلا كما ذكرت حضرتك أنه بدأ الاعتماد على تيرشتيجن في الفترة الأخيرة. نعم، تيرشتيجن يظهر بشكل جيد جدا، وهناك منافسة قوية دايما على مستوى حراسة المرمى في ألمانيا ما بين تيرشتيجن، نوير وحراس آخرين. هانزي فليك يعمل بجد ويركز هذه الفترة في استقطاب أهم اللاعبين وضمهم للمنتخب الألماني، وفي النهاية أنا أؤمن بهانز فليك أنه سوف يقرر بضم اللاعب الذي يستحق. مين أفضل ثلاث حراس مرمى من وجهة نظر يانس ليمان في الوقت الحالي؟ لا أدري، في هناك حراس مرمى كثيرين على سبيل المثال في البريمير ليج في الدوري الإنجليزي وفي البوندسليغا في ألمانيا وفي أسبانيا. الأفضل صعب في الحقيقة أنني أذكر لكم، ولكن أفضل ثلاث حراس من في ريال مدريد، ده حارس ريال مدريد طبعا كورتوا، وحارس مانشستر سيتي أيضا. لا أستطيع القول أنهم هم الأفضل، ولكن هم من الأفضل في الآونة الأخيرة. على وأيضا في ألمانيا هناك حارس أو حارسين من وجهة نظرهم الأفضل كما ذكرت شتيجن ونو، ولكن هناك حراس مرمى كثير يلعبون في مستويات رائعه ومستويات كبيره. كنت حارس مرمى لبروسيا دورتموند، خلينا نتكلم على الكره الالمانيه شويه، سواء انديه او منتخبات، كنت حارس مرمى طبعا لنادي كبير في المانيا هو نادي بروسيا دورتموند. ازاي شفت الموسم الاخير، وازاي شفت، مش عايز اقول انه ازاي بايرن ميونخ حقق اللقب، لكن ازاي فرط فريق بروسيا دورتموند في اللقطات الاخيره او في الامطار الاخيره في لقب البطولة، بطولة الدوري الألماني طبعا. نعم، هذه خسارة كبيرة لبروسيا دورتموند. نعم، أعتقد هذا فريق بروسيا دورتموند يمتلك قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة جدا، معذرة
هو طبعا منافس كبير جدا لبايرن ميونخ في المانيا. كانت المنافسه صعبه وقويه هذا العام. كره القدم في الخارج كما نذكر في الدوريات الاخرى ايضا هناك منافسات كبيره، ولكن في المانيا في البوندسليغا في الدوري الالماني كانت المنافسه قويه هذا العام وصعبه جدا. اعتقد فعلا خسر بروسيا دورتموند اللقب في الثواني الاخيره او في الدقائق الاخيره، كانت هذه مشكله كبيره. واعتقد عندما نقارن الدوريات الكبرى ببعضها البعض، الخمس دوريات الكبرى، نجد نفس السيناريو نجده في معظم الدوريات. عندنا في دويتشلاند يسود البايرن ميونخ كل الالقاب، ولكن هذا العام كانت المنافسه شرسه.